إن وزارة الداخلية قطاع إداري سيادي ومرفق عمومي يقدم خدمات أمنية وإدارية وتنموية متنوعة، وهو مسخر لخدمة الجميع في إطار المساواة والحياد والشفافية دون مراعاة لأي اعتبار آخر غير اعتبار المواطنة والمصلحة العامة، ولذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى آلة بيد حزب مخصوص ولا وسيلة لإرشاده. صحيح أن وزارة الداخلية بحكم ما أنيط بها من مهام ملزمة برصد ومتابعة الوضع الداخلي في كافة أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها، لكن ذلك لا يكون أبداً لصالح فئة أو حزب مخصوص، وإنما يأتي دائماً من باب اليقظة واستباق ما قد يشكل خطراً على الأمن أو الوحدة الوطنية أو انتظام الحياة العامة. وتتوفر وزارة الداخلية لمتابعة الوضع الداخلي على قنوات عديدة لرصد الأوضاع وجمع المعلومات، غير أن هذه القنوات ليست ثابتة المستوى من حيث أهمية المعطيات وصدقيتها، ولذلك يخضع ما يرد عنها من معلومات للتمحيص والتدقيق والمقارنة من طرف الوزارة، ليتم بعد ذلك تعديله أو إلغاؤه أو اعتماده وإجازته بعد الجزم بصدقيته ومطابقته للواقع. ولذا فإنني أتحفظ على لفظ الوثيقة الذي وصف به النائب المحترم الورقة المتداولة عن الخريطة السياسية، ذلك أنه ليس في هذه الورقة ما يدل على أنها معتمدة.